this, and I'll keep it. السلام عليكم ليكيب. كما عودناكم على اخبار اللاعبين الجزائريين، اليوم جيناكم بخبر على عيسى ماندي بطل افريقيا اللي قد ينضم الى صفوف ليفربول بطل البريمير ليج. كما راكم تشوفوا هنا جريده ماركا الاسبانيه راهي تاكد باهتمام ليفربول لماندي بعدما ترجمتها الى اللغه العربيه، راهي تقول ان ليفربول بين خطيبي ماندي، يعني ان ليفربول يطالب بعيسى ماندي. رابط الجريدة تلقاوها في صندوق الوصف، كي تدخل في الرابط لازم تهبط لتحت باش تلقى الخبر. ويزيد يقول لك وفقا لستاد ديبورتيفو، هذه جريدة واحدة اخرى، قد يكون بطل الدوري الانجليزي الحالي مهتما بالتوقيع على ماندي. وصل الجزائري الى بيتيس في 2016 من رامس الفرنسي، وفقا للمعلومات الواردة من وسائل الاعلام الاشبيلية، فقد ينتهي به الامر بالاتصال بالانفيلد، يعني ان الجرائد والصحف الاشبيليه كامله راهي تاكد في هذا الخبر. ويزيد يقول لك لدى كلوب مدرب ليفربول 4 فرق مركزيه في فريقه، هم فان دايك، جو غوميز، لوفران وماتيب. ان المغادره المحتمله لاي منهم ستفتح فجوه للاعب الجزائري الذي سيقفز في مسيرته الرياضيه، يعني ان ليفربول لديه 4 مدافعين، اذا غادر واحد منهم يعني ان راح يسهل الامور لماندي باش ينتقل ليفربول. كاين معلومة صغيرة على ماندي، هي ان نادي نيوكاسل الانجليزي وليون الفرنسي ايضا مهتمين بخدماته. هذه يا اخوتي لاخبار اليوم، احنا نتمنوا الخير لكل لاعبي الجزائريين. منطوش عليكم ليكيب، والسلام عليكم.